السلام عليكم، حياكم الله في الطرح الرياضي من جديد. الرسائل تجيني يا كابتن اطرح رياضي، قناتك رياضية. طيب من هذه قبل هذه، اليوم في مقارنة الموسم، مقارنة بين أفضل بروتينات استخدمتها على الإطلاق وأشهرهم على الإطلاق الأيزو، ما يحتاج أشهر من نار على علم، والأبرادة أيزو. نقول ما هو بشهرة هذا الأيزومية، لكن بصراحة الاثنين كل واحد أفضل من الثاني، متشابهين مرة. خلينا نروح نشوف مقارنة الموسم بين الأبرادة أيزو وأيزو 100 من شركة ديمتايز. وطبعا لما نتكلم عن مقارنة نتكلم عن لغة الأرقام. السكوب حق الأبرادة هذا هو تقريبا أعرض شوية من السكوب حق الأيزو. طيب الأبرادة العلبة هذه الـ 5 باوند فيها 73 سيرفينج، العلبة 5 باوند من أيزو فيها 71 سيرفينج، يعني هنا تفرق بـ 2 سيرفينج. الاثنين 120 سعرة حرارية، الاثنين 25 جرام بروتين، واي بروتين ايسيت انقى انواع البروتين. طيب هنا صفر سكر وهنا صفر سكر، هنا 2 جرام كربوهيدرات وهنا 3 جرامات كربوهيدرات، يعني ما يفرق جرام واحد مو مشكله. طيب وش بعد بالنسبه سكر؟ قلنا الدهون هنا نص هنا واحد، النص هذا ما يفرق مره في تقييم المكملات. مثل ما شفتوا الأرقام جدا جدا متشابهة، يعني ما في فرق مرة بين الاثنين، اللهم أن هذا شوية السيرفينج أعلى بجرعتين. في الأخير الموضوع راجع لك وراجع استخدامك وراجع للتفضيلك الشخصي. سألني رأيي الشخصي بصراحة يعني يمكن أميل لهذا شوية، لأن هذا شوية لما تشربه ما يحتاج ساعة كده وتروح تأكل عادي ما تحس أن بطنك مليان. هذا نفس الشيء بس أنا شخصيا صراحة من جموها ما تفرق عندي، هذه خلصت رحت ما حصلتها رحت اشتريت هذا. فبالتالي هذه هي مقارنتنا اليوم من افضل البروتينات اللي استخدمتها شخصيا. طبعا السوق فيه مليان بروتينات وشركات كل يوم تطلع، لكن هذول اللي استخدمتهم فافتي فيهم على مزاج. اذا عجبكم الفيديو لو سمحتوا شاركوه مع شخص تحبوه. بالنسبه لللايك والديسلايك انت وضميرك. وفي الاخير البروتين هذا ينفع البنات ينفع الاولاد، ورجعنا لكم الطرح الرياضي وهدوا اللعب شوي. يعطيكم الف عافيه. السؤال والاستفسار حطوا لي تحت الفيديو، حياكم الله يا جماعه، اكتبوا تحت الفيديو لو استخدمت هذا لو استخدمتي هذا، اعطونا ارائكم، خلي الناس تستفيد، خلي الناس تشوف الفيديو، شاركوا مع الناس الرياضيين والغير رياضيين، خلوهم يحبوا الرياضه. وطبعا هذا ماخذ على موقع bodybuilding.com، ماخذ 9.3، هذا ماخذ على موقع مثلا سترينث، ماخذ تقريبا 5 نجوم الا شويه، الاثنين من افضل واشهر بروتينات الموجوده. يعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.